قبل ما نروح نتكلم الكابتن اسامه ونكلمه عن فرص الفريقين النهارده، هنروح لزميلنا فاروق صلاح في السودان ونعرف منه اخر اخبار الاجواء عنده ايه. مساء الخير يا فاروق. كل التحيه ليك يا كابتن ايمن، كل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان من هنا من السودان وبالتحديد العاصمه الخرطوم. ويعني قبل لحظات قليله من تحرك حافله فريق النادي الاهلي والتوجه الى ملعب الجوهره الزرقاء لمواجهه فريق المريخ السوداني في الجوله الخامسه من مرحله دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا، مباراه في غايه الاهميه لفريق النادي الاهلي في مشواره نحو البطوله العاشره. وده يعني نقدر نقول ان الحماس واهميه هذا اللقاء هي اللي بتضغى على لاعبي النادي الاهلي منذ القدوم للسودان. الجميع بيعي هذه اهميه هذه المباراه خاصه في مشوار النادي الاهلي نحو تصدر المجموعه. طبعا مجهود كبير جدا بيبذله مسؤول السفاره المصريه بالتنسيق طبعا مع الاستاذ خالد الدرندلي امين الصندوق والمكلف برئاسه بعثه فريق النادي الاهلي، ايضا مع الكابتن سمير عدلي والكابتن سيد عبد الحفيظ. الناحيه الفنيه اطمنك على الحاله الفنيه لكل اللاعبين منذ قدومنا وتدريبات مستر بيتسو موسيماني والمحاضرات اللي بيعقدها مع اللاعبين، يعني كل كبيره وصغيره. اتفرج طبعا على كل المباريات الخاصه بفريق المريخ السوداني في الفتره الاخيره، منها مباراه سيمبا اللي كانت انتهت بفوز فريق سيمبا على المريخ السوداني بثلاثه اهداف مقابل لا شيء، وايضا لقاءين لفريق المريخ السوداني هنا في الدوري السوداني. تابع كل الامور، وقف على كل كبيره وصغيره. اطمنك ايضا على حاله اللاعبين اللي كانوا عايدين من المنتخب المشاركه مع المنتخب المصري في لقائي كينيا وجزر القمر، وايضا لاعبي المنتخب الاولمبي، الجميع في قمه التركيز. مستر بيتسو موسيماني في التدريب الاخير طبعا قدر ان هو يقف على ملامح التشكيل، يعني مش هيختلف كثيرا عن التشكيل اللي خاض بيه لقاء فيتا كلوب، وكان حريص ان هو يستغل الدفعه المعنويه اللي حصل عليها الفريق بعد الفوز على فيتا كلوب بثلاثه اهداف في الكونغو. ان شاء الله الفريق قادر النهارده ان شاء الله ان هو يحقق الفوز على فريق المريخ السوداني في ملعب الجوهره الزرقاء. في هذه الاثناء يا كابتن ايمن خليني اقول لك ان المستر بيتسو موسيماني بيعقد المحاضره الفنيه للفريق قبل التوجه الى ملعب الجوهره الزرقاء اللي بيبعد عن مقر اقامه فريق النادي الاهلي يعني من 15 دقيقه ل 20 دقيقه. مستر بيتسو موسيماني حريص جدا يتكلم مع اللاعبين على اهميه اللقاء طبعا وعدم النظر لموقف فريق المريخ السوداني في المجموعه، بيتزايل المجموعه. وكان حريص ايضا في المؤتمر الصحفي انه يتكلم على اهميه اللقاء وضروره تجديد الدوافع للاعبين والحوافز عند اللاعبين، وايضا كان كلام محمد الشناوي كابتن فريق النادي الاهلي واللاعبين الكبار مع اللاعبين. ايضا مستر ليكلارك المدير الفني لفريق المريخ السوداني اتكلم على اهميه اللقاء وقال ان المباراه الكبيره لما تواجه فريق بحجم النادي الاهلي هي المباريات اللي بتصنع المدرب وبتصنع اللاعبين. انا عندي شغف كبير جدا ومتحمس لمواجهه النادي الاهلي، وقال ان انا برشح النادي الاهلي ان هو يكون المرشح الاول للبطوله. دي كانت كل الكواليس كل الاخبار يا كابتن ايمن من هنا من السودان، وقبل التحرك بدقائق قليله الى ملعب الجوهره الزرقاء من جديد تعود الكلمه للكابتن ايمن شوقي.